مدينة نابلس تم الإعلان عن حملة تبرع بالدم لصالح الجيش السوري، انطلقت من منزل رئيس بلدية نابلس الأسبق بسام الشكعة. وواكب هذا النشاط رجال دين وشخصيات سياسية، منها ميخائيل جورجينيا ممثل السفارة الروسية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية. في الوقت الذي تشتد فيه المعارك في مناطق مختلفة من سوريا، يتم استنزاف إمكانيات الجيش السوري النظامي في معاركه المستمرة ضد مسلحي المعارضة. هذا ما دفع شخصيات سياسية وممثلين دينيين عدة إلى إطلاق حملة تهدف إلى مساعدة القوات المسلحة السورية على ما تمر به. إذ تم الإعلان عن حملة للتبرع بالدم لصالح الجيش السوري، حملة انطلقت من منزل رئيس بلدية نابلس الأسبق بسام الشكعة، بحضور العضو السابق في المجلس التشريعي الفلسطيني حسام خضر ورئيس أساقفة سباستية الروم الأرثوذكس عطالله حنا، الذي توجه بالشكر لممثل السفارة الروسية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية على حضوره، وأثنى على مواقف موسكو من الأزمة السورية. نحن نطلب منك يا سعادة السفير أو يا سعادة القنصل، نطلب منك أن توصل إلى الرئيس بوتين وإلى الرئيس ميدفيديف وإلى كل المسؤولين في روسيا أن تنقل إليهم تقديرنا واحترامنا لهذه المواقف المبدئية المتضامنة مع سوريا رئيسا ودولة وجيشا وشعبا. بدوره أكد الدبلوماسي الروسي أن موقف موسكو يستند إلى مبدأ رفض التدخل الأجنبي وضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة. تتطلع حكومة روسيا الاتحادية دائما إلى المساهمة الفعالة في حل الأزمات والنزاعات بالطرق السلمية والدبلوماسية بما فيها في منطقة الشرق الأوسط. نحن نتمسك بهذا الموقف الثابت إزاء الأزمة في سوريا، ويجب القول إن روسيا تدين بالشدة العنف بجميع أشكاله وأنواعه، وخصوصا جميع العمليات الإرهابية وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، كما نعارض التدخل الخارجي في الشؤون الدول الأخرى بما فيها سوريا وفلسطين. منسقة الحملة صابرين دياب قالت إنه يجب مساعدة سوريا على مواجهة الظروف الصعبة التي تعصف بها. الهدف طبعا من وراء هذه الحملة هو مد الجيش العربي السوري البطل وضحايا المؤامرة على سوريا بالدم الفلسطيني، وهو أضعف الإيمان لشعبنا العربي السوري ولجيشنا العربي السوري. أنا ندرك ونعلم يقينا أن استهداف الجبهة الشمالية للوطن المحتل هو استهداف مباشر للقضية الوطنية الفلسطينية، ولذلك أضعف الإيمان وأقل واجب علينا أن نقدم دمنا، ما نستطيع إليه هو أن نقدم دماءنا. مشاركون آخرون أكدوا ضرورة الوقوف إلى جانب حكومة سوريا وشعبها بكل ما هو متاح. جئنا لنجتمع مع رفاق لنا رفاق الدرب لنتضامن مع وطننا الغالي الذي يمر بهذه الأيام بظروف صعبة، وتتآمر عليه جميع الرجعية العربية بما فيها الدول الغربية جميعا. نحن نوجه رسالة إلى أهلنا جميعا في سوريا بما فيهم الجيش العربي السوري أننا معكم، أننا نقول لكم أنكم تدافعون عن كرامتنا، عن الإنسان فينا، أنكم تسطرون أجمل وأروع الملاحم في سبيل الدفاع عنا من التطرف، في مواجهة التطرف، في مواجهة الفوضى، في مواجهة الفلتان، في مواجهة الظلم والاستكبار أيضا. هذا وسيتم لاحقا الإعلان عن مراكز الصليب الأحمر التي يمكن فيها التبرع بالدم.